سؤالي القادم ليك يخص تعامل الصحافة الإنجليزية مع لاعبنا المصري الدولي محمد صلاح، هل ترى أن التعامل دائما تعامل جيد؟ هل صلاح يحترم ويحب الصحافة الإنجليزية أم لا يحب الصحافة الإنجليزية؟ دائما ما تكون الصحافة الإنجليزية على علاقة طيبة مع محمد صلاح. هو دائما ما يتم اختياره كأفضل لاعب من رابطة النقاد الرياضيين في إنجلترا. ربما هو يأتي للعشاء، أتى العشاء مرة أو مرتين لاحتفال الرابطة، دائما ما يكون متواضعا مع الصحفيين، هو دائما محترم ودائما يحترم الصحفيين ويعامل بالمثل. أعتقد أنه في رأيي الشخصي هو واحد من أفضل 10 لاعبين قد أتوا للدوري الإنجليزي في التاريخ. هو يختار لقاءاته بعناية. هو اختار بقاءه في ليفربول لموسم آخر، وكان هذا الاختيار محل ترحاب من الصحفيين الإنجليزيين. أعتقد أن الصحافة والإعلام الإنجليزي دائما يخبرون الحقيقة بخصوص موقف محمد صلاح في إنجلترا. هل في قواعد تم تأسيسها أو موجودة في رابطة كتاب الإنجليزية يتعامل بهذه القواعد الصحفيين الإنجليز فيما يخص القواعد الأخلاقية، فيما يخص التأكيد على فكرة أنه الأخبار تكون طبقا لمصادرها دون إشاعات؟ هل تراقبون هذا الأمر بأي شكل من الأشكال؟ نعم، لدينا معايير وتحذيرات وأمور خاصة بالتغطية وكيف يتعامل الصحفيين مع وظيفتهم، مع أنفسهم. إذا حافظوا على هذه المعايير ربما يكونوا أعضاء في اتحادنا، فربما هذه المعايير يتم التدقيق عليها في رابطة الكتاب الإنجليزي.